أهلا بكم متابعي قناة المجلة. في ذكرى يوم عاشوراء من كل عام تكثر الأقاويل والافتراءات في واقعة الفتنة الكبرى وفاجعة المسلمين العظمى يوم مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما سنة 61 للهجرة، وكذلك عن مسؤولية يزيد بن معاوية عنها وموقفه بعد استشهاد الحسين رضي الله عنه وموقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية. كل هذا وغيره نوجزه في هذا الفيديو بأمر الله تعالى من أقوال العلماء الثقات، فكونوا معنا. المجلة، قناة الإبداع في عالم المعرفة. لا يزال المسلمون في محنة وبلاء من إيراد الأخبار الواهية والأقاصيص المكذوبة في سجلات التاريخ، ولو أن عاقلا تأمل قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ثم كف بعد ذلك لسانه وسكت عن الخوض في أحاديث الفتن وبرئ إلى ربه من الظلم واعتقد حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبغض من عاداهم، لكان أتقى لربه وأسلم لدينه. قال ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى: ولد يزيد بن معاوية في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يكن من المشهورين بالدين والصلاح، وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه، وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه، وهو لم يأمر بقتل الحسين، ولا أظهر الفرح بقتله، ولا نكت بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه، ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله، فزاد النواب على أمره وحض الشمر بن ذي الجوشن على قتله لعبيد الله بن زياد، فاعتدى عليه عبيد الله، فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مكة، فمنعوه رضي الله عنه إلا أن يستأسر لهم، وأمر عمر بن سعد بقتاله فقتلوه مظلوما، وكان قتله رضي الله عنه من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة، وقتلتهما من شرار الخلق عند الله. ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة، وروي عنه أنه لعن ابن زياد على قتله وقال: كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له، والأخذ بثأره كان هو الواجب عليه، فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى، وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء. وقد ورد أن يزيد قد ندم بعد ذلك على قتل الحسين، وكان يقول: وما كان علي لو احتملت الأذى وأنزلته في داري وحكمته فيما يريده، وإن كان علي في ذلك وكف ووهن في سلطاني حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية لحقه وقرابته. ثم يقول: لعن الله ابن مرجانة، يعني عبيد الله بن زياد، فإنه أخرجه واضطر، وقد كان سأله أن يخلي سبيله أو يأتيني أو يكون بثغر من ثغور المسلمين حتى يتوفاه الله تعالى، فلم يفعل وأبى عليه وقتله، فبغضني بقتله إلى المسلمين وزرع لي في قلوبهم العداوة، فأبغضني البر والفاجر بما استعظم الناس من قتل حسينا، مالي ولابن مرجانة لعنه الله وغضب عليه. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: يزيد بن معاوية أكثر ما نقم عليه في عمله شرب الخمر وإتيان بعض الفواحش، فأما قتل الحسين فإنه كما قال جده أبو سفيان يوم أحد: لم يأمر بذلك ولم يسؤه، وقد قدمنا أنه قال: لو كنت أنا لم أفعل معه ما فعله ابن مرجانة، يعني عبيد الله بن زياد، وقال للرسل الذين جاءوا برأسه: قد كان يكفيكم من الطاعة دون هذا، ولم يعطهم شيئا، وأكرم آل بيت الحسين ورد عليهم جميع ما فقد لهم وأضعافه،
وردهم إلى المدينة في تجمل وأبهة عظيمة، وقد ناح أهله في منزله على الحسين مع آله حين كانوا عندهم 3 أيام. وليس هذا دفاعاً وموالاة ليزيد، فإن المذهب الوسط فيه أن حكمه حكم غيره من ولاة السوء الظلمة، فلا يوالى ولا يعادى ولا يحب ولا يسب. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب. قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد. قال: يا بني، وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت: يا أبتي، فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني، ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وقال أيضا: وقال أبو محمد المقدسي لما سئل عن يزيد: فيما بلغني لا يسب ولا يحب. وبلغني أيضا أن جدنا أبا عبد الله بن تيمية سئل عن يزيد فقال: لا تنقص ولا تزد، وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها. حدثت الكثير من الأحداث السيئة في السنة الأولى في فترة خلافته، منها ما ذكرنا من استشهاد الإمام الحسين وجمع من آل بيته الأطهار، كما شهدت فترة خلافته قيام ثورة عبد الله بن الزبير في المدينة، فجهز يزيد الجيوش لهذه الثورة حتى قامت موقعة الحرة التي نتج عنها مقتل عدد هائل من الصحابة، إضافة إلى حريق الكعبة المشرفة بعد ضربها بالمنجنيق. على جانب آخر، فقد شهد عهد يزيد بعض الإنجازات، منها توزيع إحدى قنوات نهر بردة والتي يطلق عليها اسم قناة يزيد نسبة له، كما شهد عهده عددا من الفتوحات، منها فتح جبهات أفريقية ورومية ومشرقية شملت سمرقند وخوارزم. لم يعش يزيد طويلا بعد كل هذه الأحداث، ولم تدم فترة حكمه إلا قرابة 4 سنوات، وقد انتشرت الأقاويل حول وفاته، فبعض الناس يرى أنه قتل بواسطة أحد الرجال انتقاما لمقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، ومنهم من يقول أنه توفي وفاة طبيعية. وعلى كل الأحوال، فقد توفي في اليوم 15 من شهر ربيع الأول عام 64 للهجرة. ويوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد صامه نوح وموسى عليهم السلام. ففي الصحيحين عن سيدنا ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة المنورة، فوجد اليهود صياما ليوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي الصحيحين أيضًا: إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمها ومن شاء فليفطر. وفي مسند الإمام أحمد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مر بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودية. فصام نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل. فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء، فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويسن أيضا صيام يوم تسعاء، وهو 9 المحرم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، ولكن انتقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبله. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة
وانضم لأكثر من مليون مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.